دينا أولا كتي وجدتي واحد النداء عبر موقع ميديا لايف الشخص اللي خذا لك الطوموبيل أو سرقها لك باش يردها لك وباش ما تأديش وبالفعل تحقق المراد ديالك لقيتي السيارة ديالك. إيه نعم سيدي لقيت. بغيناك تحكي لنا كيفاش أول كيفاش وجدك شي هاتف. السلام عليكم أخوتي، كنت أنا البارح في الجوي ديك العشرة ديال الليل مريح حدا الدار، عيط لي واحد السيد نيميرو بريفي كيقول لي أخويا كيستفسرني على الطوموبيل، قال لي الطوموبيل ديالك مخيونك شي طوموبيل، قلت لي إيه، قال لي يا خويا الماتريكيل ديالها شحال، قلت لي الماتريكيل هكذا، قال لي يا خويا انا راه فاعل خير، عيط لي نيميرو بريفي قال لي انا فاعل خير طوموبيلتك اخويا جي راه كاينه في واحد البلاصه كيقول لها الحلحال، بقى كينعت لي مسكين في التليفون، ينعت لي شاد معايا التليفون مني دي ماريت مع الدراري من هنا بواحد مشينا بالطوموبيلات وداك الشيء، كينعت لي توصلني للطوموبيل ديالي، كنوصل جيت لواحد المنطقه كيقول لها الحلحال، جيت الهراويين نواحي الدار البيضاء، لقيت الطوموبيل ديالي، عيطت للجدارميه ديال الهراويين الله يكثر خيرهم، وقفوا معايا واحد الوقفه ديال الرجال، تعاطفوا معايا مساكن، تعاونوا معايا، جابوا الشرطه العلميه، جابوا وقفوا معايا بمعنى الكلمه، دوك الناس دوك السلطه ديال الهراويين تاهما مساكن وقفوا معايا مزيان، بالتنسيق مع السلطه ديالنا الله يكثر خيرها بقياده السي سالم الله يجازيه بخير، وجدارميه كاملين ديال عين حروده الله يكثر خيرهم، ربي اللي غيعوضهم، تعاونوا معايا بزاف بزاف، خدموا معايا مساكنه 48 ساعه، وبالفعل قال لي واحد الجندرمه ولدي راه 8 قسم لك الله راه واحد 48 ولا 24 ساعه غادا تجيك ان شاء الله، وبالفعل توقع المراد، وبالفعل الدعوات ديالكم المغاربه كاملين لا ارض لا في ارض الوطن ولا خارج الوطن، عيطوا لي الناس تعاطفوا معايا، كاين مسكين اللي بغى يشتري ليا، كاين اللي بغى يعاونني، وكنشكرهم من هذا المنبر كنقول لهم الله يجازيكم بخير كاملين 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 المغاربه من طنجة للقويرق من ارض الوطن وخارج ارض الوطن، سيرتو الجاليه المغربيه عيطوا لي بزاف الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم، واصدقاء اصحابي وسيرتو واحد السيد مسكين الله يجازيه بخير خصني نشكرو بزاف، هذاك السيد واحد السيد في فرنسا مسكين مريض ومن الناس ديال الريف، من الناس ديال الريف كيعيط ليا في التليفون كيقول لي مسكين كيواسيني يوميا ومريض مريض مسكين الله يجازيه بخير، سميتو حميد كنشكرو من هذا المنبر اللي كان كيشوف الله يجازيك بخير حميد خويا، ومسكين واحد اللحظه وصل قال لي شوف ولدي نهار الاثنين مع الصباح ما جاش طوموبيلتك، عيط لي بغى يشري لي مسكين الله يجازيه بخير الله يكثر، والناس كاملين الحومه الدرب عندنا في عين عروده الناس كاملين تعاونوا معايا، السلطات بزاف كاع بزاف عاد. سي نور الدين الطوموبيل ملي لقيتيها ما فيها لا خسائر لا حتى حاجه؟ لا والو ما لقيت حتى شي حاجه اللي خاصه من الطوموبيل الا الوراق داهم معاهم، اللي الا كان كيسمعني وشافني يحاول يرد لي هذوك الوريقات تاهما الله يرحم الوالدين. وصفنا البلاصه في كانت السياره كيف دايره، شي منطقه خاليه؟ منطقه واحد السكان ولا السكان مشروع جديد، سكن جديد هذا، واحد المنطقه في الخلاء كيعطوا هاد الناس واقيلا انا على ما اظن الناس ديال الاستفاده هادو فهمتي، والبني جديد زعما ما كاينش سكان كثار تما ولا شي حاجه، لقيناها في واحد الزنقه خاويه زعما فيها البني جديد، يلا واحد السيد اللي ساكن تما هو اللي لقيناه قال لك اودي راه جات شي يومين ويا هنا. كان الشعور الاول ديالك صادم ملي لقيتي الطوموبيل ديالك سرقات فاش فقتي، حكي لنا على الشعور ديالك ملي لقيتي الطوموبيل كتشوف فيها. ما نكذبش عليكم والله الا واحد الشعور لا يوصف زعما الداخل ديالي راه ما نعاودش لكم واحد الفرحه كثيره 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 بزاف، ما عارف كيفاش غنوصفها لكم والله العظيم، لا اول اش غنقول لكم الخوت راه شو كونوا على يقين راه والله حتى باقي الخير في المغرب باقي الخير في الدنيا، وراه تبارك الله هاد الناس اللي عيطوا لي راه اوجه الخير الناس مساكن ما كيعرفوني ما والو، تخيل ما انسان ما كيعرفك ما والو كيعيط لك يواسيك راه ماشي راه فضل كثير مع عبد الله، هذا هو الاسلام هذا هو الدين الحقيقي هذا هو دين التضامن دين المساعدات والخوت والاحباب كاملين كنشكرهم من هذا المنبر. هذا السؤال الاخير هو ملي سرقت لك الطوموبيل ولقيتيها كيفاش هدوها؟ واش كان مثلا الكونتاك ولا خدموا شي حاجه؟ لا خويا انا ما عرفتش كيفاش داروا تحلوها، الطوموبيل مسور حتى ما عرفتش انا مني النهار اللي فقت ما لقيتهاش مع الصباح. ما خاسرش مثلا؟ لا والو ما خاسرش، راك عرفتي هاد البيكوبات راه مانيال ربما يقدروا فهمتي راه ساهل داك الشيء ماشي، ولكن ما عرفتش بالضبط اشنو واش استعملوا شي اله ولا شي حاجه الله اعلم ما عرفتش. السلامة سي الله يسلمك الله يجازيك بخير شكرا. والحمد لله بفضل جار ديالنا وخونا وحبيبنا رحنا عايشين مع بعضياتنا تقريبا ما يناهز نصف قرن هنايا، وكان عندنا مصاب في الدرب راه كانت بحال حالة وفاة، الحمد لله اليوم راه كلشي فرحان دراري كلشي راه خونا راه شو هو نيت راه حالته دابا، والحمد لله وكنشكروكم وكنشكروا جميع الناس اللي تعاطفوا معاه ولا السلطات ولا
والحمد لله اش كنقول حنا فرحانين، حنا ماشي هما ديال البارح ولا اليوم، اجواء اخرى، وكنشكركم حتى نتوما على المجهودات والحمد لله. شكرا. الحمد لله. الحمد لله.